السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أن نتعرف عليكم؟ أنا إسراء. ما هذا المجسم الموجود أمامنا؟ مجسم عن الكلاب. ما هي الشروط الحياتية التي يجب أن تتوفر فيها؟ أكسجين، ماء، هواء، غذاء، مكان معيشة، ودرجة حرارة ملائمة. هل هذه الشروط متوفرة في المجسم؟ نعم. ممكن التوضيح؟ هذا مكان للماء، وهذا للغذاء، وهذا مكان للنوم، وهذا فراش الخضراء. ما ممكن أن نعرف ما هي المميزات الحيوية للحيوانات؟ تتنفس، تتغذى، تفرز فضلات، تتكاثر، تنمو وتتطور. شكرا وإلى اللقاء مع ساعات جديدة. شكرا.